يبدو أن حملة مقاطعة الأسماك التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي انطلقت بشكل كبير في المحافظات، والتي تأثرت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية. الأيام اللي فاتت دي زي تراب، يعني تربة كده نمشي فيها، ما فيش بني آدمين. يمكن التربة تقابلك ناس تديك قرصة تديك بتاع، لكن احنا كده محطمين محطمين محطمين. يعني هنا في سوق السمك بحي المنيب بمحافظة الجيزة، أحد أشهر الأسواق المتخصصة في تجارة الأسماك، اشتكى البائعون من حالة الركود التي ضربت السوق بشكل كبير. بالرغم من انخفاض الأسعار بنسبة طفيفة عقب حملة المقاطعة، إلا أن ذلك لم يشفع لانتعاش الأسواق وعودة حركة البيع لسابق عهدها. هو الأسعار ابتدت تنزل يعني، بس ما فيش حركة، يعني ما فيش بيع على الشراء. هو الأسعار البولتي ابتدت تقل، كان ب30 31 32 دلوقتي بقى 25. كل تاجر بيبيع مزاجه، بيغلب مزاجه زي ما عايز بيعمل، بتلاقي حاجه نفس المنتج ونفس كل حاجه، والكلام ده كله سعر هنا غير سعر هنا غير الكلام ده كله. الاسعار كلها بزياده، كل يوم في زياده. عندنا الماكريل المستورد، الماكريل اللي كان ب 15 جنيه 18 جنيه النهارده ب 35 جنيه. دي كانت اكله الغلبان الماكريل ده، يقول لك الماكريل ده راجل تعبان قوي. مع انتشار الحملة في عدد من المدن المختلفة، لم نكتفي بسوق الجيزة، ولكننا توجهنا إلى حي شبرا بالقاهرة الذي لم يختلف الوضع عنه كثيرا. الحال وصل، كنت على الدور الله أكبر أكون بايع 100 كيلو بولت، النهاردة ببيع 25 كيلو، بقعد لغاية ما نيجي نشطب المغرب. طبعا من غلو السمك والزبون غصب عنه، مفيش اقبال على السمك عشان برضو الناس تعبانه. لا الحمد لله النهارده السولت يعني ايه يعمل 25 جنيه، احنا كنا الاول بنبيعه ب 35 وب 30، النهارده يعني عامل 25. وكانها تتنفس بلهفه كي تنادي على محبيها ليقبل على شرائها. هذا هو الوضع، حالة من الركود تشهدها الأسواق كافة، فهل يختلف الوضع ليشهد جديداً الأيام القادمة؟ إبراهيم عزت، صباح أم.